أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية، المحاضرة رقم 5. درس اليوم إعادة التمثيل البارامتري. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن التمثيل البارامتري، وذكرنا أنه التمثيل البارامتري هو عبارة عن دالة متجهية. التمثيل البارامتري عبارة عن دالة متجهية ملساء، أي قابلة للتفاضل، كل مركبة فيها قابلة للتفاضل ما لا نهاية من المرات، اللي هي الألفا من الآر إلى الآر إن، بحيث أنه الألفا يأخذ التي عدد ينتمي إلى الآر، صورته راح تكون على الشكل كمتجه إكس واحد تي المركبة الأولى، إكس اثنين تي، إكس ثلاثة تي، وهكذا إلى الإكس إن أوف تي. إذن يأخذ عدد وتكون الصورة عبارة عن متجه. الآن في درس اليوم إعادة تمثيل البارامتري راح نتكلم عن إعادة تمثيل المنحنى، بمعنى لو كان لدينا تمثيل بارامتري هل يمكن إعادة تمثيله بشكل آخر؟ لو أخذنا مثال، مثلا دائرة الوحدة الصيغة الكارتيزية يعبر عنها كx تربيع زائد y تربيع تساوي الواحد، قلنا انه يمكن التعبير عنها كتمثيل بارامتري بالكوساين تي وساين تي. السبب لان الكوساين تربيع تي زائد الساين تربيع تي تساوي الواحد، يعني اخذنا الاكس واحد تي أخذناها تساوي الكوساين تي، والإكس اثنين تي عبارة عن الساين تي. طيب لو قال لك واحد، طيب أنا بكتبها بشكل مختلف، بأخذ تمثيل آخر وبكتب المركبة الأولى عبارة عن الساين تي، المركبة الثانية عبارة عن الكوساين تي، طبعا هذا التمثيل ايضا صحيح. لماذا؟ لانه نفس الشيء، ساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي تساوي الواحد. اخترنا الاكس واحد في تي بساين، واخترنا الكوساين ك اكس اثنين في تي، وبالتالي هذا ايضا تمثيل. اذا ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة بين الألفا والبيتا؟ طبعا التعريف اللي معنا الحين يعطينا العلاقة بين الألفا والبيتا. التمثيل البارامتري ألفا بار، أو ممكن نسميه البيتا، هو إعادة تمثيل للمنحنى البارامتري ألفا، متى؟ إذا وجدت دالة تقابل تفاضلية. إذا نحن نبحث عن دالة، وهذه الدالة يجب أن تكون تقابلية وأيضا يجب أن تكون تفاضلية. ماذا تفعل هذه الدالة؟ هذه الدالة ولتكن فاي تربط بين مجال البيتا ومجال الألفا. يعني ركزوا معي في الرسم، في هذا الرسم،
الحين هذه الألفا وصورة الألفا، طبعا الألفا هي من الآي إلى الآر إن، رسمنا هنا الآر إن هي الآر تربيع، الألفا من الآي إلى الآر تربيع وصورتها هو هذا المنحنى اللي هو نسميه تريس أوف ألفا، اللي هي صورة الألفا. من الآي، والآي هي محتوى في الآر، محتوى في الآر، تأخذ أي نقطة توديها إلى نقطة على المنحنى. كذلك لدينا البيتا، البيتا ماذا تفعل؟ تأخذ مجال آخر اللي هو وليكن الجي، هذا الجي محتوى في الآر، وتكون صورته أيضا هي نقطة نقاط على هذا المنحنى، أو تعطينا المنحنى اللي هي صورة أيضا صورة البي هي نفسها صورة الألفا، لكن يمكن النقطة هذه صورتها راح تكون في هذا المكان، بينما صورة نقطة أخرى صورة النقطة هذه ممكن تكون في هذا المكان اللي هي البيتا تي بار. إذا ما العلاقة بينهما؟ كلاهما يعطينا نفس الصورة، كلاهما لهما نفس الصورة اللي هو المنحنى اللي باللون البني، نفس المسار، لكن التمثيل الأول يختلف عن التمثيل الثاني، وكذلك مجال الألفا هو الآي مختلف عن مجال البيتا اللي هو الجي. إذا نقول إنه البيتا هو إعادة تمثيل للألفا، متى؟ الشرط نركز على مجال الأولى ومجال الثانية. إذا كان عندي دالة اللي هي هذه الفاي، بحيث الدالة هذه تكون أولا تقابل، الشرط الثاني أن تكون تفاضلية، ماذا تفعل الدالة هذه؟ تأخذ كل عنصر من الجي وتوديه للآي، تربط بين عناصر الجي وعناصر التي. العنصر هذا اللي هو التي بار صورته هي التي، ولذلك كتبناها بهذا الشكل، الفاي تأخذ التي بار وتربطه بالتي، كل عنصر في الآي هو صورة لعنصر في ماذا؟ في الجي، لأنها دالة تقابل، دالة تقابل يعني أنها شاملة جميع أي عنصر في هذا المكان هو أصلا صورة لعنصر في الجي، وأيضا متباينة. العناصر المختلفة في الجي لها صور مختلفة، مستحيلة أن عنصرين يروحون لنفس العنصر، لا هي متباينة، يعني إذا كان هذا العنصر هذه صورته، فالعنصر اللي هنا في الجي له صورة مختلفة عن هذا العنصر، وكذلك تكون تفاضلية. طبعا بما أنها تقابل إذا أيضا الدالة العكسية موجودة، يعني إذا أنت تقدر تروح بهذا الاتجاه أيضا تقدر ترجع في الاتجاه الثاني، يعني بما أن الفاي أوف تي بار تساوي تي، إذا معناته أيضا الانفيرس أو الدالة العكسية للتي هي تساوي التي بار، وأيضا نشترط أن تكون الدالة هذه تفاضلية، تكون تفاضلية. إذا علشان نلخص، لو كان لدينا الألفا من الآي إلى الآر إن، هذا تمثيل بارامتري لمنحنى
وليكن لدينا أيضا البيتا من الجي إلى الار ان، هو نفسه يصف نفس كلاهما يصف نفس المنحنى. إذا بالتالي نقول إنه البيتا نسميه إعادة تمثيل لألفا متى؟ إذا تحققت إنه نركز على المجال للبيتا ومجال الآي، نقول والله إنه نبحث يوجد فاي دالة تربط بين الجي والآي. ما هي مميزات هذه الدالة؟ أن تكون تقابل. نعرف إيش معنى تقابل، يعني شاملة ومتباينة. الشيء الثاني أن تكون تفاضلية، قابلة للتفاضل. إذا هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إنه الدالة العكسية فاي انفيرس، اللي هو الدالة العكسية من الاي الى الجي، نعرف انها موجودة لانها تقابل، يجب ايضا ان تكون تفاضلية قابلة للتفاضل. هذه بكل بساطة. طيب ناخذ مثال، المثال اللي تكلمنا عنه في بداية المحاضرة اللي هو التمثيل البارامتري لدائرة الوحدة. الصورة الكارتيزية لها هي x تربيع زائد y تربيع تساوي الواحد. في بداية المحاضرات هذا المقرر عرفنا أن الألفا هي عبارة عن كوساين والساين. يمكن إعادة تمثيل دائرة الوحدة أيضا باستخدام هذا التمثيل اللي هو الساين والكوساين. طيب ما العلاقة بين الألفا والبيتا؟ هل نستطيع أن نقول أن الألفا هي إعادة تمثيل للبيتا والبيتا هي إعادة تمثيل للألفا؟ طبعا نعم، كل ما علينا إيجاده أنه نركز على المجال حق الألفا والبيتا ونحاول نبحث عن دالة، ويجب أن تكون هذه الدالة تقابل وتفاضلية، بالإضافة أن تكون الإنفيرس اللي هو الدالة العكسية أيضا تفاضلية. طبعا المجال نعرف أنه مجال الألفا هي من 0 إلى 2 باي إلى الآر تربيع، كذلك البيتا تعرف من 0 إلى 2 باي نفس المجال الآر تربيع. إذا أنا أبحث عن فاي تربط بين المجال الأول والثاني، تروح من 0 2 باي إلى 0 و2 باي. طبعا الدالة تعطى بهذا الشكل الفاي اللي هي باي على 2 ناقص التي. لو رسمنا المجال الأول 0 إلى 2 باي أيضا 0 إلى 2 باي، تكون هذه هي الجي وهذه هي الآي. لو استخدمنا الدالة هذه، الدالة هذه واضحة أنها دالة تقابل وأيضا تفاضلية ومعكوسة أيضا دالة تفاضلية. واضح أنه صورة الصفر لو أخذنا العنصر صفر نعوض مكان التي، نعوض مكانها بصفر، إذا تساوي الباي على 2. إذا الصفر يرتبط بالباي على 2، ولتكن هذه هي مثلا الباي على 2. نفس الحركة لما نأخذ تي تساوي الباي على 2 راح ترتبط بالصفر، باي على 2 ناقص باي على، طبعا هي واضحة لأنها عكسية.
نفس الحركة لو أخذت اللي هو الباي، راح تكون ناقص الباي وتساوي سالب باي على 2 اللي هي نفسها 3 باي على 2. لو أخذنا هنا الباي راح ترتبط بماذا؟ 3 باي على 2. وبالتالي راح يكون فيه دالة تقابل. الدالة هذه هي تقابل تفاضلية، والدالة العكسية لها تقابلية. طبعا واضح من التقابل أننا نعني أنها متباينة وأيضا شاملة. لكي تثبت أنها متباينة وشاملة راح أخليها يعني كتمرين أنه كيف تثبت أنها شاملة ومتباينة. تفاضلية أيضا واضح أنها تفاضلية، لأن لو اشتقيتها راح تكون المشتقة الفاي راح تساوي سالب 1. والدالة العكسية لها راح تكون نفس الشيء، راح تكون هي نفس الفاي. إذن أي تمثيلين بارامتريين لكي نعرف العلاقة بينهما أن إحداهما تمثيل بارامتري إعادة تمثيل بارامتري الآخر، كل ما علينا فعله هو إيجاد دالة تقابل تفاضلية نسميها فاي أو نسميها اف أو نسميها جي، بحيث أنه الدالة هذه تربط بين مجال التمثيل البارامتري الأول والتمثيل البارامتري الثاني، وكذلك تكون الدالة العكسية لها أيضا تفاضلية. طبعا نحتاج دائما لما يكون معنا تمثيل بارامتري دائما نبحث عن أفضل باراميتر يمكن أن يستخدم لتمثيل المنحنى. دائما نبحث عن طول القوس، راح نجد أن طول التمثيل باستخدام طول القوس، التمثيل باستخدام طول القوس هو دائما الطريقة اللي دائما نبحث عنها، لأنه دائما سوف نتكلم عن ثلاثية الحركة اللي هي ثلاثية الحركة اللي هي T N وB، أيضا التقوس والالتفاف. كل هذه من السهل استخدامها عندما يكون لدينا تمثيل بارامتري يستخدم الاس كباراميتر. وبالتالي نحن تكلمنا عن إمكانية إيجاد مثل هذا التمثيل البارامتري. سوف نتكلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن بعض النظريات اللي تفيدنا عن طريقة إيجاد إعادة التمثيل البارامتري باستخدام طول القوس. شكرا لكم.